كانت كل المعابر الحدودية الشرعية بين لبنان وسوريا في يد النظام، فإن الوضع يختلف تماما بالنسبة للحدود السورية مع الأردن. فعلى هذه الحدود حيث تقول المعارضة إنها تسيطر على 95%، هناك معبران رئيسيان هما معبر الرمتة ومعبر نصيب. تسيطر المعارضة وتحديدا جبهة النصرة وحركة أحرار الشام على هذا المعبر، وهي حاولت ونجحت في الأيام الأخيرة في التقدم نحو معبر نصيب الذي يعتبر الأهم والذي ما زال في يد النظام. بالانتقال إلى الحدود السورية العراقية، فإن المعارضة تكاد تسيطر بالكامل على هذه الحدود، فهناك معبران رئيسيان على هذه الحدود تسيطر عليهما المعارضة وتحديدا الجيش الحر، وهما معبر البوكمال ومعبر اليعربية. فيما يحتفظ النظام فقط على هذه الحدود بالسيطرة على معبر وحيد هو معبر التنف الواقع على مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية. تبقى الحدود السورية التركية التي يمكن القول إن المعارضة السورية تسيطر عليها بالكامل، ويسيطر تحديدا الجيش الحر على معبري باب الهوى ومعبر باب السلامة، فيما تسيطر داعش على معبري جرابلس وتل أبيض. إذن المعارضة تسيطر بالكامل على هذه الحدود. إذن على الحدود السورية معابر شرعية وأخرى غير شرعية. تسيطر المعارضة على غالبية هذه المعابر، ما يجمع بينها عمليات تهريب، فوضى نزوح وعبور سلاح ومسلحين. هذا الانفلات يهدد بأن يرتد سلبا على أمن دول الجوار.